طيب النهارده محكمة جنايات شمال الجيزة أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من وزير الري الأسبق محمد نصر علام ورجل الأعمال أحمد أورا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بتهمة إهدارهم ل 37 مليار جنيه و 26 مليون جنيه من المال العام من خلال تسهيل الاستيلاء على 26 ألف فدان بالعياط للشركة. انتم متخيلين الأرقام اللي بنقولها؟ يعني دي كارثة طبعا. طبعا القصة قديمة لكن الوزير بيتحاكم وفعلا مصر بتتغير والوزراء بيتحاكموا. الوزير الأسبق كان حاضر المحاكمة وتم ترحيله إلى السجن، أما رجل الأعمال فهو هارب وصدر الحكم ضده غيابيا. طيب